حصاد السعيدة لهذه الليلة، أهلا بكم. بعد انسحاب الناصري أنباء عن تعليق المشترك لمشاورته مع القوى السياسية في حوار الموفمبيك والسبب وصول المشاورات إلى طريق مسدود. بعد يومين من الغارة الأولى بشبوة، ثلاثة قتلى في غارة جديدة لطائرة بدون طيار على سيارة بمحافظة البيضاء. عودة الهدوء إلى مدينة خور مكسر بعد اشتباكات بين الأمن ومسلحي اللجان الشعبية، وقتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الأمن وعناصر من الحراك بمدينة الحوطة بلحج. تفاصيل هذه الأخبار وغيرها تتابعونها بعد الفاصل. شركة الوحدة لإسمنت المحدودة. إسمنت الوحدة ينتج بمواصفات عالمية عالية الجودة. إسمنت بورتلاند عادي بقوة وجودة مضمونة. إسمنت مقاوم للملوحة. إسمنت الوحدة صديق للبيئة. إسمنت الوحدة رؤية جديدة لصناعة الإسمنت. أهلا بكم. أعلنت أحزاب اللقاء المشترك اليوم تعليق مشاوراتها وحواراتها الجارية حاليا في صنعاء مع القوى والمكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلمي برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر. وأوضحت مصادر في أحزاب المشترك أن قرار التعليق جاء بعد أن وصلت المشاورات إلى طريق مسدود. يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري انسحابه كليا من المشاورات. وأكد أمين عام التنظيم عبد الله نعمان أن انسحاب حزبه من التفاوض عقب صدور البيان الختامي للمؤتمر الوطني الموسع الذي دعا له زعيم جماعة أنصار الله ومنح القوى السياسية مهلة لمدة 3 أيام قبل أن تتولى اللجان الثورية وقائدها إيجاد حل للأزمة. أربعة مسارات سياسية تسير بها العملية السياسية في البلاد: مسار لأنصار الله، وثاني للقوى السياسية والمبعوث الأممي، وثالث للمطالبين بالشرعية الدستورية، ورابع يتمثل بالاحتجاجات في الشارع. وبين هذه المسارات قراءة لما سيتم اللجوء إليها. تسير العملية السياسية في اليمن في مسارات رئيسية أربعة تقريبا. المسار الأول وهو المتمثل بالمؤتمر الوطني التابع لأنصار الله الذي أمهل القوى السياسية عصر أمس بثلاثة أيام للخروج من الفراغ الحاصل والتوصل إلى حل نهائي. أما المسار الثاني فيتمثل بحوار القوى السياسية مع المبعوث الأممي جمال بن عمر، والذي انسحب منه مؤخرا حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري تحت ذريعة الضغط من قبل أنصار الله وفرض شروطهم الزمنية وكما يريدون. الأسباب هذه كلها مجتمعة: الفترة الزمنية، قضية عدم الجدية، قضية الأسلوب الذي جاء في البيان ما لم فإن، يعني هذا أمر أيضا أعتقد أن لا تقبله أي قوى سياسية، وبالتالي لا يمكن أن تنتج شيء وهي تحاور في ظل التهديد. هذا أمر غير مطلوب. هذه الثلاث القضايا تقريبا هي التي جعلت التنظيم ينسحب. المسار الثالث الذي يتبناه المؤتمر الشعبي العام وبعض الأطراف فهو اللجوء إلى مجلس النواب لحسم الأمر بحكم الشرعية التي يمتلكها، وهذا مسار يبدو ضعيفا بحكم تقدم المسار الأول عليه، وما بين هذين المسارين مساحة واسعة لقراءة ما سيتم بعد المهلة الزمنية من قبل أنصار الله. إذا هم يعني مصرين وقد في ترتيبات مسبقة ليكون هذا عبارة عن مبرر، فاللي بتحصل بعد 3 أيام كارثة. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي انسحب من الحوار كشف أبعاد ما دخلت به البلاد مؤخرا، وكيف ظلت الأحزاب السياسية تلعب على ورقة الحصول على مكاسب لا أقل ولا أكثر، وهذا ما يجعل الأحزاب في حوارها مؤخرا محل بحث جديد عن مقاعد وليس عن مخرج وطني جامع. ما أجرى اليوم من حوارات في فندق موفمبيك برعاية جمال بن عمر لحد الآن لم يصلوا إلى نتائج، وأعتقد أنه ستمر 3 أيام التي حددها الحوثي كمهلة لخروج بحل، ستنتهي دون
أن يخرجوا بحل. وأعتقد أن في أطراف سياسية تدفع الحوثي إلى أن يرتكب حماقة ويسيطر على السلطة. إذا كان هؤلاء الأحزاب اللي يفاعلين أنفسهم أحزاب طويلة وعريضة وإسلامية ومسلمين وإلى آخره، وتتحدث تحاور عن مقعد ومقعدين، أو وزير أو وزيرين، أو مدير أو مديرين، أو فراش أو فراشين، هل هؤلاء مسؤولين؟ يعني ممكن نركي لهم أن يقودوا بلد؟ وفيما يتعلق بالمسار الرابع والذي يراهن عليه البعض، فيتمثل بالاحتجاجات الشعبية والمظاهرات التي تخرج في العاصمة صنعاء وكثير من المحافظات اليمنية رفضا لما قالوا إنه انقلاب، وهم الآخرون يلوحون بالتصعيد في الساحات والميادين بعيدا عن ما يدرس من مصير لليمن. شباب الثورة أول من أشعلوها في 11 يعني في 11 فبراير 2011، وهم الآن قادرين أن يخرجوا الحوثي، وقادرين هم وهم الآن سوف يكون هم القوة الضاربة في الساحة. خيارات صعبة تضع اليمن مجددا وبشكل غير مسبوق أمام مفترق طرق وأمام سلسلة مخاوف من الطريق الذي ستسلكه البلاد، وسط غموض وتواطؤ وتحالف من جهة وخلاف من جهة أخرى. والساعات القادمة تظل وحدها الحاسمة، حيث ستتضح فيها معالم وخيوط أي المسارات أكثر تقدما وعما ستؤول إليه الأمور في نهاية المطاف. ولمزيد من التوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني الأستاذ علي السراري. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور. هل فعلا علق أحزاب اللقاء المشترك الحوار؟ هو حصل هذا اليوم، ولكن غدا هي تستأنف المشاركة في الحوار. نعم. طيب المشترك برر أسباب تعليقه الحوار مع القوى السياسية بوصول الحوار إلى طريق مسدود، ماذا يعني ذلك؟ طبعا يعني الحوار هذا هو صعب في الواقع، لأن الطلبات التي تطرح فيه من الصعب قبولها يعني كما تطرح. وطبعا تجري المحاولات لخلق شروط أفضل للخروج من هذه الأزمة، ولابد من التوافق على حل معين. الأهم في هذا الموضوع كله هو أن تحافظ اليمن على سلامتها، وألا يعني ينهار البلد ويسقط في الفوضى. طيب كانت قوى في المشترك قد انسحبت من الحوار ثم عادت مثل الناصري والإصلاح، هل هذا التعليق للمشاركة في الحوار مؤقت؟ بالتأكيد، هو لا أعتقد أن هناك من قد وصل إلى قناعة نهائية بأن الحوار انتهت فعاليته ويمكن الرهان على وسائل وأساليب أخرى. طيب. ولكن في التفاوض أحيانا يكون هناك تصلب في بعض الأطروحات، وقد يؤدي هذا إلى ردود أفعال كالتي نراها. نعم. طيب مهلة 3 أيام التي حددها اللقاء المشترك لأنصار الله وتعليق المشترك اليوم للحوار، هل من رابط بين المسألتين؟ بالعكس، المهلة هي مطروحة من أنصار الله وليست على المشترك لوحده، وإنما هي على القوى السياسية التي تتحاور. نعم. والمشترك هو جزء منها. طبعا هذه المهلة ليست ملزمة بأي حال من الأحوال، ولا أعتقد بأن اللقاء المشترك قد اقتنع بأن يضبط حركته ومطالبه ومواقفه على الإيقاع الذي يختاره أنصار الله. وبالتأكيد أحزاب اللقاء المشترك ستعمل بجدية من أجل أن يصل الحوار إلى نتيجة مقبولة ومعقولة بغض النظر عن الوقت الذي تحتاجه من أجل الوصول إلى هذه النتيجة. شكرا لك أستاذ علي السراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف.
دعا الناطق باسم حزب المؤتمر عبد الجند المتحاورين في موفنبيك الى الاقتداء برئيس الجمهورية المستقيل الذي قدم استقالته الى مجلس النواب، وان تغلب المكونات السياسية المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية بهدف ايجاد حل للأزمة الراهنة. الجندي اشار في مقاله الاسبوعي بصحيفة الميثاق التابعة للمؤتمر الى ان عضو مجلس النواب يمثل الأمة قبل ان يكون ممثلا لحزبه واسرته الانتخابية، لافتا الى ان مجلس النواب مطالب بضرورة الاجتماع وتحديد موقفه من استقالة رئيس الجمهورية بالقبول أو الرفض حتى تتمكن القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة من التوافق على البدائل، لا سيما وأن سحب الرئيس استقالته وإن سحب الرئيس استقالته عملية غير ممكنة. قالت مصادر محلية إن طائرة من دون طيار قصفت سيارة يعتقد أنها تقل عناصر من تنظيم القاعدة في مديرية مسورة بمحافظة البيضاء. ووفقا لذات المصادر فإن الغارة التي شنتها طائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية على سيارة في منطقة كوكبة بوادي بيحان الأعلى بمديرية مسورة، أدت إلى تدمير سيارة من نوع شاص ومقتل من كان عليها من أشخاص. المصادر أكدت أن أصوات انفجارات عنيفة دوت من السيارة استمرت قرابة ربع ساعة موجحة أنها كانت محملة بأسلحة ومتفجرات، موضحة أن الطائرة استمرت تحلق في سماء المنطقة عدة ساعات. قال سكان محليون بمدينة خور مكسر محافظة عدن إن المدينة تشهد حاليا هدوءا مشوبا بالحذر في أعقاب اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحي اللجان الشعبية التابعة للحراك الجنوبي. وكانت مصادر محلية تحدثت عن إصابة 3 من عناصر اللجان الشعبية في الاشتباكات التي اندلعت بعد ظهر اليوم بالقرب من إدارة الأمن واستخدم فيها الطرفان أسلحة خفيفة ومتوسطة. في سياق متصل قال مصدر أمني بمحافظة عدن إن مسلحين مجهولين استهدفوا موقع عسكري لقوات الجيش والأمن الخاصة في مديرية المنصورة بمحافظة عدن. وأكد المصدر إن مسلحين مجهولين أطلقوا قذائف آر بي جي على موقع عسكري في مديرية المنصورة قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة بينهم وبين الجنود، ولم يسفر الهجوم عن أي إصابات. وللاطلاع على آخر الأوضاع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة عدن الصحفي فتحي بن الأزرق. مساء الخير أخ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناة السيدة. أولا كيف هي الأوضاع في المدينة وما هي الحصيلة النهائية للاشتباكات؟ الحقيقة أن الأوضاع في عدن هي مرتبطة ارتباط وثيق بالأوضاع في اليمن بشكل عام. حينما يسود الهدوء في صنعاء أو في مناطق أخرى ينعكس ذلك إيجابيا على الأوضاع في عدن، لكن يمكن القول أن عدن اليوم شهدت يوما عاصفا من الأحداث تمثل بالاشتباكات الصباحية التي اندلعت في ساحة المنصورة صباحا بين قوات من الأمن ومسلحين مجهولين. لم يتم الإبلاغ عن سقوط أي ضحايا جراء هذه الاشتباكات، وهي في الأساس اشتباكات دائما ما تحدث بسبب اتهامات للجنود بممارسة أعمال قتل أو جرح الأشخاص مثل ما حصل أحد الأشخاص من محافظة البيضاء قبل يومين. الحدث الآخر كان في خور مكسر ظهرا، حيث نصب مسلحون من الحراك الجنوبي وآخرين من اللجان الشعبية نقطة تفتيش بالقرب من منطقة جزيرة العمال، عقب ذلك اشتباكات بين اللجان والحراك من جانب مع قوات الأمن الخاصة والقوات الخاصة التي تدخلت، واستمر الاشتباك حوالي نصف ساعة خلف جريح من المواطنين وثلاثة جرحى من أفراد الحراك الجنوبي. ما المؤشرات التي يمكن أن يعطيها هذه أو تعطي هذه الاشتباكات خصوصا في ظل أحاديث عن توجه مسلحي أنصار الله نحو الجنوب؟ الحقيقة أن الأوضاع في عدن لا تبدو مبشرة وتبدو مقلقة جدا، خصوصا وأن أطراف سياسية تدخلت في العملية بعدن. هناك أطراف متصلة بجماعة الحوثي بدأت تظهر وبدأت تنشط بشكل واضح وعلني، هناك الحراك الجنوبي، هناك قوات الأمن الخاصة
او القوات الامنيه بشكل مضمن، وهناك القاعده. كل الاطراف هذه تلعب في مربع واحد هو مدينه عدن. الناس هنا في عدن جدا متخوفون من ان تتوصل الامور نحو اضطرابات اكثر، نحو عنف اكبر، ولذلك هم يسعون ويناشدون دائما وابدا جميع الاطراف بان لا تكون عدن مساحه للصراع السياسي او العنف المسلح داخل المدينه. لكن الناس في المقبل يعلقون امال على نوع من التهدئه، خصوصا وان عدن بالذات او الجنوب بشكل عام لا صله له فيما يحدث من الصراع السياسي اساسا في صنعاء، لذلك هم يعولون على نوع من التفاهم يمكن ان تصل له جميع الاطراف السياسيه بما فيها الحراك، بما فيها السلطه، بما فيها الاحزاب السياسيه. جميع هذه الاطراف تتوافق بشكل كبير على ضروره حفظ الامن والامان في عدن، وهو هذا ما انتظره خلال الأيام القادمة. نعم. شكرا لك الصحفي فتحي بن الأزرق، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. قتل ناشط في الحراك الجنوبي وأصيب عدد من أفراد الأمن الخاصة بينهم مواطن اليوم عقب اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة الدبة بمدينة الحوطة بلحج. وقالت مصادر محلية في المحافظة إن أفراد من الأمن الخاص كانوا على متن اثنين من الأطقم أطلقوا الرصاص على نقطة أمنية تابعة للحراك الجنوبي بمنطقة الدبا، ما أدى إلى تبادل الاشتباكات بين أفراد النقطة وأفراد من قوات الأمن الخاص، وقتل على إثرها أحد نشطاء الحراك الجنوبي وأصيب عدد من أفراد الأمن الخاص. إلى ذلك استهدف مسلحون مجهولون اليوم طقما عسكريا تابعا للجيش بعبوة ناسفة في منطقة بيت عياض بلحج، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود كانوا على متنه. وذكرت مصادر في المحافظة إن الجنود المستهدفين إصابتهم خطيرة. هذا وشهدت مدينة الحوطة إغلاق كامل للمحلات التجارية عقب تطور الأحداث خوفا من اتساعها. شهدت اليوم العاصمة صنعاء مظاهرة نظمها أنصار الله دعما لمقررات اللقاء الموسع الذي اختتم أعماله أمس بالعاصمة، وأمهل القوى السياسية 3 أيام للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. وقال بيان صادر عن التظاهرة إن الخروج اليوم جاء في وقت تعيش اليمن مرحلة صعبة وسعي من وصفها بقوى التسلط والفساد لفرض واقع مغاير لما يطمح له أبناء شعبنا اليمني العزيز في بناء يمن جديد خال من الفساد والارتهان لكل قوى التسلط في الداخل والخارج. ودعت المسيرة اليمنيين إلى الاستعداد لتأييد كل ما سيصدر عن قيادة الثورة واللجان الثورية في حال عدم اتفاق القوى السياسية على الخروج من حالة الفراغ الدستورية الذي تعيشه البلاد. دان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بشدة أعمال العنف في اليمن، وأعرب الغانم في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي تضمنت إدانته واستنكاره وأعضاء مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة لكافة أعمال العنف والعمليات الشنيعة المرتكبة بحق المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، والتي أضرت بمصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره وسكينته العامة، مؤكدا موقف الشعب الكويتي الثابت والمطلق والمتضامن بقوة مع الشعب اليمني في مكافحة هذه الأعمال الشنيعة في شتى صورها. فاصل ونواصل هذا الحصاد. نظم ناشطون وحقوقيون من مختلف منظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت اليوم وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس الوزراء المستقيل خالد محفوظ بحاح بالعاصمة صنعاء رفضا للإقامة الجبرية. وأكد المحتجون الذين قدموا من محافظة حضرموت أكدوا تضامنهم مع الرئيس هادي ورئيس الوزراء المستقيل بحاح وكافة الوزراء، مجددين رفضهم لما وصفوه بالانقلاب على الشرعية الدستورية. ودعا المحتجون جماعة أنصار الله إلى سرعة رفع الحصار عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة مطالبين بعودة المؤسسات الدستورية والشرعية. نرفض هذه الممارسات التعسفية التي يتلقاها هو والرئيس هادي وبقية أعضاء الحكومة من فرض للإقامة الجبرية وتقييد لحريتهم الشخصية. بتنقل جينا اليوم هنا لنؤكد أن ابن حضرموت جميعهم يقفون خلف ابن حضرموت خالد بحاح.
طبعا نحن هنا اليوم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأيضا صحفيين شباب من محافظة حضرموت، أتينا للتضامن مع دولة رئيس الوزراء المستقيل الأستاذ القدير خالد محفوظ بحاح من أجل رفض التعبير عن رفضنا التام للإقامة الجبرية المفروضة ضده. نحن اليوم جينا نتضامن مع الأستاذ خالد بحاح ضد الإقامة، ضد سياسة الإقامة الجبرية، ونرفض العنف بكافة أنواعه. أعلنت السفارة الفرنسية في العاصمة صنعاء اليوم إغلاق القسم القنصلي حتى إشعار آخر. ونقلت مصادر إعلامية في السفارة الفرنسية قولها إن إغلاق القسم القنصلي سيبدأ من اليوم، وذلك بسبب الظروف الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد. يأتي هذا بعد أسبوع من إعلان السفارة الأمريكية بصنعاء من إغلاق الخدمات القنصلية المتعلقة بخدمة الجمهور بسبب تردي الأوضاع الأمنية. يشار إلى أن اليمن يدخل يومه 12 في ظل فراغ دستوري ووضع متوتر بعد استقالة الرئيس هادي وحكومة بحاح. أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة صعدة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، أقرت إدخال نظام البصمة الوظيفية إلكترونيا في احتساب دوام المكاتب التنفيذية والإدارة المحلية وديوان عام المحافظة في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لذلك. الاجتماع الذي ناقش تقرير فرع جهاز الرقابة والمحاسبة حول مكتب الأشغال العامة ناقش أيضا تقرير حول مكتب المستشفى الجمهوري للأعوام من 2010 إلى 2013 وعمل اللجنة المكلفة بتحسين أداء المستشفى. وخلال الاجتماع شدد المحافظ جابر على إعداد برنامج يتضمن تنفيذ الخطط والمشاريع السابقة في كل المجالات بالمحافظة، بحيث يكون هناك رؤية واضحة يتم السير على ضوئها في إطار الإصلاح المالي والإداري. توفي 49 مهاجرا أفريقيا بعد انقلاب قارب تهريب قوالة المياه الإقليمية للساحل الجنوبي الغربي للبلاد. وأوضح قائد اللواء 17 مشاه العميد ركن صالح الصبار إن دوريات اللواء تمكنت من إنقاذ 13 شخصا قبل موتهم غرقا، منهم 5 صوماليين بينهم امرأة و8 أثيوبيين، وانتشال جثمان صومالي واحد متوفي. وأكد الصبار إن عملية البحث عن ناجين مستمرة، حيث تشير المعلومات المتوفرة لدى فرق الإنقاذ عن وجود 35 صوماليا في عدد المفقودين بعد غرق القارب بسبب الأمواج والتيارات القوية بين جزيرة ميون وساحل مديرية ذباب بمحافظة تعز. توفيت الفنانة نهلة الجبلي نجمة المسلسل اليمني الشهير همي همك في حادث مروري اليوم بالعاصمة صنعاء. وقال مقربون من الفنانة نهلة إن الحادث وقع في شارع 60 عندما حاولت قطع الشارع أثناء توجهها إلى مقر عملها. ولعبت الفنانة نهلة الجبلي وهي خريجة من كلية الفنون الجميلة بمحافظة الحديدة، لعبت دور أمل زوجة جعفر وهو نجل الشخصيتين الشهيرتين شوتر وزنبق في مسلسل همي همك التي تعرضه قناة سعيدة في شهر رمضان من كل عام. هذا وأمام هذا المصاب الجلل تتقدم إدارة قناة السعيدة وكافة العاملين فيها إلى أسرة الفنانة نهلة بأحر التعازي وأصدق المواساة، سائلة الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. قال مدير كلية الشرطة العميد الركن عبد الله غيران إن عملية استكمال القيد والتسجيل ستتم إلكترونيا، والتي من خلالها يستطيع الطالب التي تتوفر فيه كافة الشروط أن يسجل من أي مكان وفي مختلف المحافظات. وأشار غيران خلال تدشينه فعاليات الفصل الثاني من العام الدراسي والتدريبي 2014-2015 بصنعاء، أشار إن المرحلة الراهنة ستكون مرحلة انضباط وكذا الالتزام باللوائح والنظم المتعارف عليها داخل الكليات العسكرية والأمنية، موضحا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الكلية من خلال رفضها للأجهزة الأمنية والشرطوية بالكوادر الشابة والمؤهلة تأهيلا علميا وتدريبيا عاليا في مختلف التخصصات. يأتي هذا بعد أن استهدفت سيارة مفخخة تجمعا للطلبة الجامعيين المتقدمين للتسجيل في كلية الشرطة بداية الشهر الماضي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى. في ختام الحصاد نعود ونذكر بأهم ما جاء فيه من أنباء.
بعد انسحاب الناصري أنباء عن تعليق المشترك لمشاورته مع القوى السياسية في حوار الموفمبيك والسبب وصول المشاورات إلى طريق مسدود. بعد يومين من الغارة الأولى بشبوة، ثلاثة قتلى في غارة جديدة لطائرة بدون طيار على سيارة بمحافظة البيضاء. عودة الهدوء إلى مدينة خور مكسر بعد اشتباكات بين الأمن ومسلحي اللجان الشعبية، وقتيل وعدد من الجرحى في اشتباكات بين الأمن وعناصر من الحراك بمدينة الحوطاب بلحج.